レクチャーしてから AI コーチレクチャー、レクチャーは何や نوري لا سيد يقولون بيطلع لفوق لغاية الليفر ويبتدي لأنه ملوش سكة بعد كده فوق فلازم يبتدي عشان يعمل ايه؟ ترانسفيرس كولون. فبين الأسد يقولون والترانسفيرس كولون دي اسمها مايكرو ليفتشر ويقولوا عليها اسم آخر لأن لما تقول تحت الرايت لوبز ليفر فيقولوا عليها رايت كوليك ليفتشر أو ليفر ليفتشر. بعد كده الترانسفيرس كولون ينشي بالعرض وينزل تحت شوية وبعد يطلع لفوق لانه متعلق هنا بالبريتونيه الفوق ده اسمه فريليكو كوليك ليجمنت عشان يعمل فليكشر تاني عشان يبقى السيمين كولون والمره دي فليكشر تاني اسمه ليك كوليك ايه؟ فليكشر والاورجن اللي ليك ايه او اللي فوقيه سبلين فيسموه اسم اخر. تمام تعالوا بقى نشوف ايه المقارنه بين الاثنين رايت كوليك فليكشر وليفت كوليك فليكشر. انا هقول الايتم وانتوا قولوا معايا زي ما اتعود ما نفهم ونحاول نقول مع بعض المعلومه اللي اجيبها بنفسي تقعد معايا فتره اطول. والموضوع مش صعب لان زي ما احنا عرفنا انتوا ممكن تعرفوا في الليفل مين لور ومين هاير. رايت كوليك فليكشر از مور لور ذان ذا رايت ذان ذا ليفت كوليك فليكشر. عارفين السبب ايه؟ ايه اللي خلى الرايت كوليك فليكشر يبقى تحت شويه؟ لارج اي لو ذا ليفر يبقى في الليفل. الانجل بين الاسيمين كولون والترانسفيرس الناحيه والانجل اللي موجوده الناحيه الثانيه مين رايت انجل ومين اكيوت الهيباتيك او الرايت رايت الرايت كولين ليفتشر هو الرايت انجل. لكن هنا يا جماعه التعليق اللي عملناه من فوق خلى الطرفين يبقى بينهم ايه اكيوت انجل. بريتونيال كفري ذا باك اوف ايتش كولين ليفتشر از نوت كفرد باي بريتونيال يعني في الاثنين يبقى ريترو بريتونيال اورجن. بس الليفت كوليك ليكتشر يفرق لان في بريتونيال فولد طالع منه بالدافرع اللي ماسك الريبس هنا فاسمه ايه ده؟ فاكرين قلنا عليه ايه امبارح؟ قلنا ان الفرينت كوليك ليجن ده موجود تحت السبلين فهو احد الفاكتورز اللي بتسبورت السبلين في مكانه. وكمان هي الفاكتور المسؤول عن السبلين لما يكبر يكبر داونورد اند رايت. طب سنة ستة لما الدكتور يقول examine this patient for spleen ميجالي اوعى تبتدي الناحية الشمال واقطع لفوق اللي ممكن ابتدي الناحية الشمال واقعد اطلع ادور عليه لغاية لما اوصل للكوستال مارجن واقول له الراجل ده ما فيهوش سبلين مش ما فيهوش سبلين يعني ما عندوش سبلين ميجالي هو عنده سبلين مالي بطنه فده خطأ قاتل. يوم ابتدي منين؟ من رايت اريا فوسا. ليه؟ عشان انا طالع ابقى انت زلفت هقابل السبلين وهو نازل في نفس الاتجاه يعني عشان اقابل السبلين لازم اجي في طريق عكس بتاعه طريق عكس بتاع نزوله عشان احس اللي هو الهيد بتاعه لما يكبر. الليجمنت دي اسمها فريكو كوريك ليجمنت عباره عن ايه؟ عباره يا دكتور ما دام ليجمنت يبقى ده دبل فولت بريتوريال. فاكرين لما قلنا البريتوريال ده يا جسر يا برايتال يا بريتوريال يلزق بريتوريال ولما بريتوريال يلزق بريتوريال ده لا ينفع اقول عليه جسر ولا برايتال اقول عليه فولت. والفولت لو هو صغير وسبورتيف لاورجن معلقه في مكانه يبقى ليجمنت. الفولد لو رايح للستومك يبقى اومنتم. لو معلق انتستن سواء سمول او لارج او حتى الابندكس اللي هو تبع لارج انتستن يبقى ميزنتري. فاهمين معايا المسميات دي؟ طب كلهم بريتونيال فولد. بس المهم هو معلق ايه او بيعمل ايه؟ فهنا عندك دبل فولد بريتونيال معلقه في ليفت كوليك ليكتشر يبقى ليجمنت اسمه فرينكو كوليك ليجمنت. طبعا هم بيحاولوا يسموه بالعكس عشان ما حدش يسالني طب اشمعنى فرينكو كوليك؟ ليه مش كوليك وفرينك؟ يمكن هذا الاسم ده احب فرينكو كوليك ايه؟ نيجي ريليشنز. تعالوا نبص على الرايت كوليك فليكشر. بص كده معايا. مين الاورجن؟ رايت كوليك فليكشر عامل كده اهو. مين الاورجن اللي فوقيه وقدامه ولاترال؟ رايت لوب اوف مين؟ يبقى رايت لوب اوف ذا ليفر. طيب مين ميديال ومين بوستيريور؟ يبقى الرايت كوليك فليكشر ده في اخره بيبقى نايم على الاورجن ده. عشان انا قلت يا جماعه اباف وان فرونت ولاترال فاضل بوستيريور وميديال. اباف وان فرونت ولاترال حاجه واحده كلمه واحده رايت لوب زي خلاص فاضل بوستيريور وميديال. طب بوستيريور فين؟ يقول لي نايم على الرايت كده. طب ميديال يمين سكند بارت اوف ديدنم. لما خدنا السكند بارت اوف ديدنم كان الاسيلين كورن والرايت كورن فليتشر كانوا لاترال. خلاص الريليشن بتاعت اللي. طبعا من الصوره يا جماعه احنا لو اعتمدنا ان انا بقعد احفظ ايتمز كده كل ما اجي اقراها هلاقي نفسي مش فاكر حاجه
لكن لو بص على صورتين، الصوره دي اللي هي دي والرايت كوليك ليبر اهو والصوره دي، وانا كده افكر الرايت كوليك ليبر دوت هيبقى فوقيه وقدامه ولاترال ليدر الرايت كوليك ليبر، طب اباف وان فرونت ولاترال فاضل لك ايه؟ بوستيريور ميديال. تمام؟ مش مهم بيلو، مش مهم بيلو دي الانجل يعني، لكن لو عايز تقول بيلو هيبقى كويس اوف سمول انتستين، لان ده اللارج انتستين عامله برواز حوالين الكويس اوف سمول انتستين، فالرايت كوليك ليبر ايه اللي تحتيه؟ كويس سمول ايه؟ انتستين. طيب يبقى ايه البوستيريور ريليشن كمان؟ رايت كيدني. طب ايه الميديا ريليشن؟ سكند بارت اوف ايه؟ اوف ديليفري. الناحيه الثانيه ايه الاورجن اللي اباف الليفت كوليك ليبر؟ مين الاورجن ده؟ سبلين. طب ايه اللي ورا الليفت كوليك ليبر؟ يقول لي الديافراج، دليل ان في فولد منهم. يبقى انا دلوقتي قلت اباف سبلين وبيهايند ديافراج وميديا اللي هي يقول الليفت كوليك ليبر اهو، خلي بالك معايا، والكيدني اهي، يبقى ميديا اللي هي ليفت كيدني، يبقى الليفت كوليك ليبر مش نايم على ليفت كيدني، لا لاترال ليها. يبقى ميديا اللي هي مين يا جماعه؟ ميديا اللي هي الليفت ايه؟ ده ريليشنز في ناحيتين. قول تاني المره الثانيه احسن، الرايت كوليك ليبر والليفت يا جماعه. الرايت كوليك ليبر مين اباف ان فرونت ولاترال؟ رايت لوب وزليفر. ورا ايه؟ رايت كيدني. ميديا دي ايه؟ سكند اباف. نروح الناحيه الثانيه. الليفت كوليك ليبر طلع لبره شويه، فما نامش على ليفت كيدني، لا لاترال ليها. مين اللي ورايا؟ جزء من القبه اللي هي الديافرام، فورا الديافرام من مره طلع فولد منهم اسمه فريكو كوليك ليجن. مين الاورجن اللي فوقيه؟ سبلين. مين الاورجن اللي ميديال ليه؟ الليفت كيدني. طب ايه لاترال ليه؟ الديافرام برضه، برافو عليك، دي قبه يا جماعه. الديافرام دي عامله زي القبه، فاذا كان الليفت كوليك ليجن نايم على الديافرام هيبقى لاترال ليه الدورانه بتاعت القبه، يبقى لاترال ليه برضه ديافرام. فاهمين معايا؟ وقدامه برضه ممكن يبقى ديافرام، فانت بتلف حواليه. لكن مش مكتوب الكلام ده، مش مهم، بس احنا قلنا وموضوع. نيجي بعد دوت بالنسبه للبلاد سبلاي الاثنين. مين يفكرني عشان في اختلاف عن الكتاب ده؟ مين الارتري اللي رايح الترانسفيرس كولون؟ كان اسمه ايه؟ ميديكوليك. وفي ارتري رايح الاسيندنج كولون؟ كويس قوي. الرايت كوليك فريكشر هنا. يبقى هنا ده الاسموز بين رايت برانش اوف ميدل كوليك مع الابر برانش او الاسيندنج برانش اوف رايت كوليك. تو ارتريز مش وان ارتري، اعتقد مكتوب في الكتاب ارتري واحد. تو ارتريز هيقابلوا بعض في الرايت كوليك فريكشر، مين هما؟ الرايت برانش بتاع ميدل كوليك مع الاسيندنج برانش اوف رايت كوليك. نرسمها بسرعه كده وبصوا معايا عشان تفهموها. ايه ده؟ ايه دي؟ برافو عليك، مش متوقع انك تعرفيه. ده الاورطة. في ارتي هناك اسمه سوبيرونز التاني. عرفناه ازاي؟ عشان بينتهي في الهيجي كوليك شعشع. اسمه ايه الارتي ده؟ واحد هنا عسلني صغيره زي التاني. بيهيجي برانش هنا. مين ده يا جماعه؟ ميدل كوليك اللي بيهيجي الرايت تو سيرز بس. او ترانسفيرس كوليك. لان الليفت سيرز ده تعاطي تاني. هنشوفه دلوقتي. مين ده؟ نكتب. يبقى ده مين ده؟ ميدل كوليك. وده مين؟ رايت كوليك. والاثنين جايين من مين؟ من السوبيريور ميزنتيريك. الميدل كوليك رايح للترانسفيرس كولون للرايت تو سيرفس. والرايت كوليك رايح للاسيندنج كولون. الميدل كوليك اتقسم الى ليفت برانش ورايت برانش. الرايت كوليك اتقسم اسيندنج وديسيندنج اهو على اللور. يبقى الرايت كوليك فريتشر البلاد سبلاي بتاعه مين؟ الرايت برانش بتاع الميدل والابر برانش بتاع الرايت. والاثنين جايين من حاجه واحده. لان الرايت كوليك فليكشر تبع الميد جات والارتري وذا ميد جات هو السوبيريور ميد جات. تمام؟ تعالوا نشوف الليفت كوليك فليكشر. في ارتري معانا النهارده طالع من ليفل اوف ال 3 من فرانت اوف ذا اورتا في الحته اللي بيعدي عليها السيرد بارت اوف ديدلم. اسمه ايه الارتري ده؟ الفيرو ميد جات. وهذا الفيرو ميد جات بينزل داون بورد لاند لاترالي وبعد ما يقرا يبقى داون بورد اند ايه؟ اند ميديا. اسمه ايه الارتري ده؟ الفيرو ميد جات هو الارتري اوف هاي الجات.
اللي هي من الليفت ثيرد اوف ترانسفيرس كولون والليفت كونفليكشن والديسيمنت كولون والريكتم سمول كولون والريكتم والاور هاف اوف انر كانال. بصوا معايا الكيروميز البريك بيدي ايه؟ بيدي البرانش ده وبيدي البرانشز دي. البرانش ده اسمه سوبيريور ليفت كولون ودول انفيريور ليفت كولون. السوبيريور ليفت كولون بتتحسب ليه؟ يبقى الليفت كولون فليكشر ما عندوش احتماليه سطري غير من مين بس؟ اسيندنج برانش اوف ليفت كولون. تمام؟ بس هو عشان يعني طريقه تسهيل ليك وللحفظ فراح حط لك في الجدول هنا اسيندنج برانش ليفت كولون يبقى هنا اسيندنج برانش رايت كولون. لا معاه حاجه ثانيه. مين الحاجه الثانيه دي؟ عارفين لو كان قال لك ان الميدل كولون ده بيدي رايت وسيرت ترانسفيرس كولون ما عدا البرجيني بيقف هنا، لا ده بيدي كل الرايت تو سيرفس، فهو بيدي شغله من اول هنا. من اول مين؟ من اول رايت كولت فليتشر، يبقى بيساعد مين؟ بيساعد الاسندنج برانش بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الرايت كولت، يبقى ده اللي صدر. طب يا دكتور مش مكتوب في كتاب فينا سبريت كلين بوت اللي قلنا نثبته؟ انا مش عايز ان انا بعد ما اخلص سؤال في الامتحان اقول اراجع لاكون ناسي حاجه. لا انا لو ماشي صح بالايتمز اللي معروفه عمري ما هنسى حاجه. والايتمز انا مثبتها كل حاجه بقولها بقول بنفس الترتيب ده. يلا يا جماعه مين يقول لي فينا دريتش اروح فين؟ سوبيريور ميزنتريك فين؟ على البوردر. انفيريور ميزنتريك فين؟ على الاستريك على البوردر. فاهمين معايا؟ ده فينا دريتش ايه هما الاثنين؟ بوردر. طب الليفت دريتش؟ الرايت كوليك ليكشر لو في كانسر مثلا يبقى مين الليفت نود اللي ادور عليها سليمه ولا لا؟ سوبيريور ميزنتريك ليفت نود يبقى ده اسمه ليفت دريتش. انا مش عارف دي موجوده في الجدول ده. لازم يكتب كل حاجه كامله. حتى لو ما طلبش مني ايوه. فاكرين ما قلت لكم يعني ايه بلاد سبلاي؟ ارتيريال فينس. طب يعني ايه فاسكولار سبلاي؟ ارتيريال فينس ليمف. يبقى الليمف رينج بتاع رايت كوليك فليتشر انشر بلاد سبلاي. يبقى معاك ليمف نوت في المنطقه دي اسمها سوبيريور ميزنتريك ليمف نوت. اهو. وهنا في ليمف نوت اسمها سوبيريور ميزنتريك ليمف نوت. فلما يكون في كانسر في المنطقه دي ما ادورش في السوبيريور ميزنتريك ليمف نوت، لا يبقى انا مش فاهم. ادور هنا اذا كان فيها حاجه ولا لا، اخد عينه. لان حتى لو مش باين الليمف نوت اللي فيها حاجه تيومر ولا لارج باخد منها عينه برضه اتاكد مايكروسكوبيك ان انا مش سايب فيها خلايا سرطانيه، وانا عينه هيجي لي متاسس بعد كده لان كسرت خلايا. فلازم اشيلها ولان ده بيحدد لو عايز تريت بعد كده وكميه الراديشن وكميه الكيموثيرابي العيب بيبقى ازاي بعد العمليه، ان هو بيشيل التيومر الاوريجنال ويشيل شويه من الليف نودز اللي واخده من المنطقه دي. دي اهميه اللي بعرف الليف درينج ما هيش صعب. لان انا قلت كنت بس اعرف الارتيريال سبلاي، هتقول الفينس وهتقول الليف درينج. فهمتوا معايا؟ تعالوا بعد كده بقى ندخل هيجي سيجمونت ده الشكل، بيلفيك ده المكان، كولون كولون. في جزء في الكولون يا جماعه هيدخل البلس. والبلس بتاعنا ليه قلت. في عندك حاجه اسمها ترو بلس فولس بلس، سمعت حاجه كده؟ بين الاريا فوسا في الاريا فوسا عاليه كده بتاعت الهيب بون، المنطقه اللي بينهم دي اسمها فولس. تحت الاريا فوسا في حافه اسمها بيلفيك قلت، تزا قلت او انترانس اوف ذا تروبلز. خلاص ركزوا معايا. جبت سيرته قبل كده بنت كريل ده لما قلت الديسندنج كولون اندز ات ذا ليفت سايد اوف ذا بنت كريل عشان يبقى مين؟ سمول كولون يبقى دي البدايه بتاعتي. فين البنت كريل يا دكتور؟ يقول لي هتلاقي امشي مع سبايك كده هتلاقي ان انت عندك في حافه الفعاز حد لما تشوف كل بيلبس راكبه تفهمها كويس قوي. الحافه دي اسمها قلت اوف ذا تروبلز. هنا هيبقى الفاصل ما بين الديسيندنج كولون والسيجمايد ايه؟ كولون. فالنهايه بتاعت الديسيندنج هي البدايه بتاعت السيجمايد. فاول حاجه هقول الديزابارت اوف ذا كولون انسايد ذا بيلفيك كافيتي. انا بيلفيك كافيتي تو بيلفس. انا تحت البيلفيك ايه؟ قلت. ده السايد. البيجيننج والاند والطول. ات بيجينز على الليفت سايد ولا الرايت سايد اوف ذا بيلفيك قلت؟ لان الديسيندنج كولون نازل شمال. يبقى اوفر ذا ليفت سايد. of the pelvic inlet it begins as a continuation of descending a cone.
ولقيت طوله من 15 ل 20 انش فطوله يعتبر كبير والبنت الصغير فاضطر يتني على نفسه ويبقى عامل زي حرف الاس اللي هي في اللاتيني سيجما فعشان كده بقى ليه اسم اخر سيجمويد كولو هذا السيجمويد كولو بيتلولو على نفسه لغايه الميدل سيكرال ميدل سيكرال بيس اللي هي عند اس 3 ينتهي لما يفقد الميزنتري اللي معلقه لان السيجمويد كولو ليه ميزنتري لما ينتهي الميزنتري هيظهر حاجه دي اسمها ريكتم يبقى ات اندز اوبز ذا ميدل سيكرال بيس تو بي ايه؟ مين ده يا جماعه؟ ريكتم تاني مره تانيه ايه هو السيجمويد كولو؟ ذا بارت اوف ذا كولو انسايد ذا تو بيبس البيجيننج والاند ات بيجينز على الليفت سايد اوف بيلفيك اليت as a continuation of the descending column. It forms S shape, the size of the ribs. اللي طوله من 15 ل 20 انش. To end فين؟ In front of sacrum. At the middle piece of sacrum اللي هي S3, it ends by becoming the rectum. The relations of sigmoid column. So all the sigmoid column for relations بتاعته اللي لسه ما خدناش البيبس. طب يا دكتور هتعرف تقول لنا relations of sigmoid column واحنا لسه ما خدناش البلفس نجرب يمكن تكون انتوا عندكم معلومات انا مش عارف الدور الزين وصل معاكم فين دلوقتي لكن نتخيل ان احنا ما سمعناش حاجه دي ركزوا معايا بين الدايره بين الكابتن في رايت هول في ليفت هول السيجمويد كله هيبقى شاغل المنطقه الشمال من بيرف الكابتن لانه نازل شمال الرايت والليفت بيرف كول فيهم ايه؟ لو كان في دوريه فاتحه اسمها اوبتريتو فورمي عليها ميمبرين اسمه اوبتريتو ميمبرين عليها عضل انترنس منها من جوه تمام كده؟ تمام كمان في عندي فيسلز ماشيه لو تاخدوا بالكم الاول في فيسلز ماشيه على لاترال بيرفي كول ده الاول ده الكومن ايليك بس مش باين يمكن لان هو باين لازم يكون شفاف يعني ان ده اكسترنال ايه؟ فعلى لاترال بيرفي كول بيبقى ماشي اكسترنال ايليك ولازم جوه البيرفي كابتي انترنال ايليك بصوا معايا بقى بصوا على الحته دي احط سيجمويد كولو هنا افهموا عشان اسالكم ايه لاترال ايه الاوسيفيرو والكلام ده تمام وبعدين ميديال وبيلو دي الايتمز اللي هتفهموها بعد ما احكي القصه اسمعوا الحكايه الاول وبعدين تقولوا لي ريليشنز بيرف كارتي سيجمويد كولو محذوف شمال شويه لانه نازل من الشمال تمام طيب اللاترال بيرف كول ده فيه ايه؟ بيقول لي فيه اوبتريتور انترنس مصر ونايم عليها اكسترنال ايليا فيسس وايه اللي نازل ورا ده؟ فيرتيكالي. ايه دي الكومن ايليا؟ وده الاكسترنال ايليا، يبقى صباعي ده مين؟ الانترنال. والانترنال ايليا ده يا جماعه نازل داون. وطلب منه ارتري ماشي على لاترال بيرف كول موازي للاكسترنال ايليا، يعني الانترنال ايليا والاكسترنال ايليا بينهم زاويه. لكن الانترنال هيطلع منه ارتري هينام على لاترال بيرف كول في طريقه للمرور من اوبتريتور فورمي في طريقه للميديال سايد اوف ذا سايد اسمه اوبتريتور ارتري. والاوبتريتور ارتري مش هيمشي على لاترال بيرف كول لوحده. ده في فان يعني في اوبتريتور فين وفي اوبتريتور نيرف في الحته دي وفي الفيميل في اوفري كل ده على لاترال بيلف كول تمام تاني ايه ده؟ هناخد وقت في الشرح لكن هتقولوا بعد كده اصعب ريليشنز الكول عندنا هي بتاعت البيلف كول لانها في منطقه جديده بيلف كابتي البيلف كول في الناحيه الشمال خلي بالك عشان بعد ما اشرح اسالك ايه لاترال ايه بوستيريور ايه ميديال ايه تحتيه الاربع اتجاهات اللي هتكلم عليهم هذا البيلف كول اللاترال بيلف كول اللي انا مريح عليه لان انا في الناحيه الشمال في ايه؟ يقول لي عضل اسمها ايه؟ وعليها فش اسمها اوبتريت فش وفي فيستلز ونيرفز ماشيه على اللاترال بيلف كول من ورا لقدام يقول لي ايوه اول حاجه من فوق اوبتريتور سوري اكسترنال ميديا فيستلز يعني الارتر والفين بتاعه وبعدين تحتيهم الاوبتريتور فان وفي ارتري كمان طلع من الانترنال ميديا اسمه اوبليتريفت امبيريكال ارتري ده الارتري طلع مفتوح جزء منه وبعد كده تحول لليجمنت اسمه اوبليتريتد امبيريكال ارت، الارت ده بيدي برانش للبلادر، فطول ما هو لسه ما اداش البرانش ده مفتوح في بلاد. بعد ما ادى البرانش للرينال بلادر اتقفل بقى ليجمنت، فراحوا مسمينه اوبليتريتد امبيريكال ليجمنت. يبقى لاتر بينك كول اللي مهم قوي اعرفه النهارده مش بس للسيجمويد كولون، لا ده في حاجات ثانيه ناخدها بعدين ماشي عليه، يقول لك الفاس ديفرنس كوسس فروم اباوت داونورد على كذا وهكذا. تعالوا نشوف مع بعض اللاتر بينف كول ده احط عليه عضله اسمها اوبتريتور انترنس اوبتريتور فاشا ايه الاستراكشرز اللي ماشي عليه؟ بيقول لي في معايا اكسترنال انترفيسز وفي معايا اوبتريتورز ارتري وفين ونيرف تمام وفي ارتري بين المجموعتين الاكسترنال ايليا والاوبتريتورز
في ارتري لوحده اسمه اوبليتريتد امبيليكال ارتري. وفي الفيميل في اوفري اللاترال وول هنا نايم اسمه ايه يا جماعه؟ اوفري. خلاص ده الاكستريتي ارتري النايم على لاترال امبيليكال كول والفين بتاعه والاوبتريتورز والاوبليتريتد امبيليكال ارتري كل ده ماشي على لاترال امبيليكال كول. ايه ده؟ الترنال ايليال ارتري ورا الفين بتاعه تمام؟ قدام الانترنال ارتري في يوريكا نازل قدامه على طول. الكلام ده هينفع لك حاجات كتير جدا بعد كده. يوريكا وفي عضله طالعه من البوستيرو بيلفيك وول وماشيه لاترالي ورا القصه دي اسمها بايفورمز. طالعه من فرونت اوف سيكرام من انت عندك اللاترال بيلفيك وول كده في سيكرام من ورا. مين العضله اللي طالعه من فرونت اوف سيكرام ورايحه لاترالي وخارجه بره في الجلوتيا ريجون؟ بايفورمز. والسيكرام ده مش طالع منه نيرف ستان بليسس قدام البايفورمز؟ سيكرام بليس. انا عايز بقى الزاويه. شايفين الزاوية دي؟ ده لاترال بيلفيك وول وده بوستيرو بيلفيك وول. ايه اللي هنا وايه اللي هنا وايه اللي بينهم؟ سيجمويد كورو. يلا قولوا معايا لاترال بيلفيك كور عضله انتبه عليها فشيه. ايه الفيسز والنفس اللي ماشيه على لاترال بيلفيك كور؟ اكستريتد فيسز اوبتريتورز وبينهم ارتري مقفول اوبتريتد امبيليكال ارتري. ولو في ميل اوفر معايا ما تمام. طيب نكمل الزاويه. ايه ده؟ سكرم. والسكرم قدامه عضله بايفورمز والبايفورمز ده سكرم بلكسس والانترنال ايريا فيسنس ويوريك. اوكي يا جماعه؟ تعالوا نحط بقى السيجمويد كورد. هنقول لاترال وبوستيريو. ايه اللاترال ريليشنز للسيجمويد كورد؟ لما احطه هنا. ده انا قلته هنا. مين؟ اوبتريتور انترنال لاترال بيلفيك وول شوي اوبتريتور انترنس اوبتريتور فاشيا اكسترنال ايريا فيسنس اوبتريتور فان اوبتريتور امبيريكال ارتري اوفر انفيني. طب ايه البوستيريو ريليشن للسيجمويد كورد؟ هتقول لي سيكرام بايفورمز سيكرام بلكسس انترنال ايريا فيسنس يوريكال. طب ايه ميديال؟ يا اما اقول ميديال ثواني او اقول تو ذا رايت لان هو وسط شمال ميدل كابيتال. تو ذا رايت منه اللور كويلز اوف سمول انتستن. اللور كويلز اوف سمول انتستن. وليه كمان يا دكتور؟ بص معايا. دي الاوبتريتور انترنس تمام؟ ده الاكستريم ايليا فيسز. ده الارتري اللي اتقفل. واتقفل بعد ما ده طبعا ما فيش بلادر هنا في الصوره لكن الباش ده حجاز لي بلادر اسمه سوبير فيزايكل فيسموا ده مين؟ اوبليتريتد امبيليكال ارت. جاهزين بقى اللي جاي بعد الاكستيريال ايليا وبعد الاوبليتريتد امبيليكال ارت مين الارت ده ومين النيرف ده؟ نمشي معاه. ايه ده؟ هيعدوا من الاوبليتريتد فورم يبقى دول الاوبليتريتورز. فلما احط السيجمويد كله طبعا هو مش ناحيه بس انا اوريك اللاترال بيلف كله هو زي الناحيه الشمال ده الناحيه اليمين. نفس الكلام ده الناحيه الثانيه. طب ايه اللي ورا ده؟ ده سيكرم بايفورمز سيكرم بليسس. مين الارتي ده؟ انترنال ايريا. لو في يوريتا في الصوره هينزل قدام. فهمتوا الزاويه دي؟ ايه؟ صحيح في الصوره دي الناحيه اليمين بس هي نفسها الشمال نفس المنظر. فاللاترال وول يمين وشمال زي بعض. خلاص؟ البوستير وول نفس الكلام. اوكي يا جماعه؟ يبقى لاترال سيجمويد كورون هيبقى ايه؟ خلاص عرفناه. وبوستيرو ايه؟ عرفناه. طيب نشوف كده ايه اللي تحتيه؟ يقول السيجمويد كورون في الليل بيبقى تحتيه دي. السيجمويد كورون في الليل بيبقى تحتيه المسانه الدوريه. يورينري بلادر ده في الليل في الفينيت اللي فاهم. كلام هينفعنا لما يجي يقول لك سوبر ريليشن يورينري بلادر تقول في الليل سيجمويد كورون وكويلز في التستن. لان انا دلوقتي يورينري بلادر كده سيجمويد كورون عليها ويمينه الكويلز اوف ايليا. تمام؟ في الفيميل هشيل السيجمويد كله من كل اللي بحطه ده يوتكس فوق اليورينال بلدر. الصور يا جماعه هتساعدنا ان احنا ننجز بسرعه. طب ممكن تقولوا لي الريليشنز مره اخيره بتاع السيجمويد كله اللي هو يعتبر درجه صعوبته عاليه شويه لجهلنا شويه بالبيبس. السيجمويد كله يا جماعه موجود في الناحيه الشمال من البيب الكابتن. في بلاترال ايه احط ايه؟ غير انا اقول ده قولوا بريتر ترنس وعلى الفشل. ايه الفيسز والنيرفز اللي ماشيه على هذا الوجه؟ سيرهيليا ارتيوفيلي ما فيسز يعني اوبتريتورز وارضي مقفول بليجمنت اسمه اوبليتريتد امريكان ارت. طب لو في مين؟ طب ايه بصير ريليشن للسيجمويد كورو؟ سيكرا قدام عضله قدام بلكسس. ومين الارت اللي كان ماشي كده؟ قدام ايه؟ بيسلس قدامها يوريك. طب يمين ايه؟ سيجمويد كورو واحد في واحد الناحيه الشمال يميني كويس اوف ايليا انا
اولد سمول انتستن صح، بس انتوا عارفين اللي فوق الشنب وتحت ايه؟ الايليم. اللي معايا في البلبس هو الايليم. بيلون. يورينري بلاد فين؟ يوترس. طب اول حاجه انا ما قلتهاش خالص اباف. يبقى ايه؟ برضه الكويتس بتاعت ايه؟ فهمتوا معايا؟ صعب الكلام؟ تفتكروا البلاس سبلاي بتاعه والبريتونيوم والكلام ده، البلاس سبلاي والفينس دريكش والكلام ده كله سهل. لكن يقول البريتونيوم الاول. سيجمويد الكولون مش مفروض زي الترانسفيرس كولون. هات فاكرين الترانسفيرس كولون؟ ترانسفيرس كولون فاكرين؟ بريتونيوم اهو اهو. ترانسفيرس كولون كان مفروض وكان ماسك في الورق فين؟ الروت بتاعه ماسك فين؟ في الهيلوبنكرياس والنيك والبطن. طب ليه الترانسفيرس كولون مفروض في البيست بتاعه مفروض؟ لما جينا في البيت في الكافيتي السيجمويد كولون مكان ضيق ابتدى يلوى على نفسه وابتدى الريزنت اللي معلق السيجمويد كولون لم يستطيع ان هو يكون مفلوط. امال عمل ايه؟ كده بصوا اللوب بتاعه يقول لي انفيرت في ليه ايبكس؟ عارفين حرف في مهبه؟ ليها ايبكس وليها تولمس معايا؟ فالميزنت بتاع السيجمويد كولون اسمه ايه يا جماعه؟ سيجمويد ميزوكولون او ميزنت اوف سيجمويد كولون. أول حاجة قلناها إن هو فولد على نفسه كده، مش مفروض زي الترانسفيرس ميزوكولون يقول لي لا، لأن السيجمويد كولون نفسه عامل حرف اس. فيبتدي الميزك بتاعي بتاع السيجمويد كولون يوصف بإن هو فولد على نفسه وإن هو ليه تو لينس. والروت بتاعه شكله إيه؟ انفيرتد في. وما دام انفيرتد في أوصفه إزاي؟ أقول ليه ايبكس فوق وليه تو لينس تحت. فاضل معايا أقول كل ليبل ماسك فين؟ متثبت في البوستيرو بيلفيك وول إزاي؟ يقول لي اللاترال ليمب والميديا ليم ماسكين ازاي؟ هذا اللاترال ليم بيبقى ماسك على اعلى حاجه في اللاترال وول اوف ذا بيلفس. ايه اعلى حاجه بتفرش على اللاترال وول اوف ذا بيلفس؟ ايه الفيسلز؟ اكسترنال ايليال. اكسترنال ايليال ايه؟ فيسلز. ده مين ده؟ ده الروت. والميديا ماسك قدام قرب نهايه سيجمويد كولون. هو سيجمويد كولون معاه حرف اس راح قدام مين؟ عشان ينتهي سكرم. فيبقى قدام السكرم لغايه اس كام؟ ويختفي الميزنتري ويختفي السيجمويد كولون ويبدا ظهور الريب. الايبكس بقى نايم على البايفوركيشن. يعني بايفوركيشن تفرقه القمر اليك عشان يدي ايه؟ اكسترنال اليك وانترنال اليك. وفي هذا المكان بيبقى فيه يوريتر معدي. طب اليوريتر اللي هيعدي دلوقتي ادي اهو ده الاكسترنال ده الاكسترنال ده الانترنال. اليوريتر لما يعدي على البايفوركيشن ده هينزل بعد كده فين؟ قدام مين؟ هينام على الاكسترنال عشان ينزل قدام الانترنال. ده كلام قلناه ما قلناش اليورتر في البيرنس كامل بس دلوقتي عرفنا حته منه ان اليورتر بيكروس اوفر ذا بايفوركيشن اوف ذا كومن اليا وبعد كده ينزل قدام الانترنال اليا ورا مين؟ ورا السيجمويد ايه؟ السيجمويد كول. فهمتوا معايا يا جماعه؟ لا نقول مره ثانيه احلى. مين هو الميزنتري بتاع السيجمويد كول؟ اللي بنسميه ساعات سيجمويد ميزوكول. يقول لي ات از فولدد ميزنتري. اتس فولدد ان تو بارتس تو ليمز. اتس روت is inverted V shape. It has an apex. Lateral limb. Median limb. طب احنا رسمنا الارض بتاعنا اهو. مش هتفهموا معايا. ده الكومن ايليا. كده اكسترنال. وكده ايه؟ انفيرنال. ده البايفوركيشن. ونازل قدام البايفوركيشن ده مين ده يا جماعه؟ يوتر. وطبعا هنا سكرم. ادي الميزنت بتاع السكرم. كانش ينفع يبقى كده لان السيجمويد كولون مدور على نفسه. فابتدى الميزنت يبقى ازاي يا دكاتره؟ بصوا معايا كده. والدكاتره بيسموه انتر سيجمويد ريسس. الجيب ده ريسس من الريسس اللي عندنا. فاكرين الريسس بتاع السكرم؟ كان في سوبيرو اليوسيكال وانفيرو اليوسيكال وريترو سيكال. في عندنا هنا في جيب بين التو ليمز بتاع ميزنتري اوف سيجمويد كولون. شايفينه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. هذا الميزنتري اللي بيتكون من تو بارتس لاترال وميديا. والروت بتاعه فين؟ الروت بتاعه اللي بيتثبت على البلفيك بول. شكله ايه الروت ده؟ انفيرتد في. طيب في لاترال ليمب نايم على ايه؟ على الاكستيريال ليمب. يعني ايه نايم على الاكستيريال ليمب؟ يعني البلفيك ليمب نازلني كده وما يساب الاكستيريال ليمب لف السيجمويد كولون ورجع لنفس المكان تاني. ودي حته بنثبتها من في الايبكس.
نايم على ايه؟ على البايفوركيشن بتاع الكاميرا ديت في مكان مرور مين؟ طب فين الميديا لم؟ نازل قدام السكرم اللي هي اس كام؟ اس 3. طب ايه الكونتنس بتاع هذا الجسم؟ يقول في ثلاث حاجات اسطمبه بيقولها معالي الجسم اللي هي الاكسترا بتنيال فات والاوتونوميك فايبرز والليمفاتكس، وفي حاجات سبيسيفيك زي الكولون اللي انا معلقه في النص اللايف بتاعه. طب الكولون ده اسمه ايه؟ سيجمونت كولون. يبقى ايه الكونتنس بتاع هذا الميزنتريك؟ ايه اللي جوه؟ اكسترا بريفريال فات واوتونوميك فايبر والليمفاتكس ذات السيجمونت كولون. طب مين البلاد سبلاي بتاعه؟ اللي جوه لازم يمشي في الميزنتري عشان يغذيه. تعالوا نشوف مين البلاد سبلاي بتاعه. فاكرين يا جماعه الارت ده كان اسمه ايه؟ مين الارت ده؟ اللي فيه ميزنتري بيديك تو برانش تو ذا ليفت. واحد اسمه سوبيرو ليفت كوليك وده اسمه ايه؟ الفيرو ليفت كوليك ليها اسم اخر. بيبقوا من 2 ل 3 برانشز. من 2 ل 3 برانشز. ركزوا معايا في اللي هقوله. الانفيرو ليفت كوليك ليهم اسم اخر اسمه سيجمويدال ارتس. ليه؟ لان هم هيدخلوا في اللاترال ليمب عشان يوصلوا للسيجمويد كولو. هيمشوا في مين؟ في اللاترال ليمب ده. السيجمويدال ارتس هيدخلوا في اللاترال ليمب ده. لكن الونج ذا روت او ذا ميديال ليمب كمان الانفيرو ميزنتريك ارتري بعد ما اتغير اسمه، ويمكن ما نعرفش لسه المعلومه دي، ان اول ما يعدي على الليفت كوماليريا بيبقى اسمه سوبير ريتال. سوبيرو ريكتال ارتري يبقى راح فين؟ للريكتال. برافو عليك، ولو شوف طبعا هيروح للريكتال. طيب انا عشان اروح للريكتال امشي روت اوف ذا بيستن بتاعي بتاع السيجمون كولو في اللاترال ليمب ولا الميديال؟ هو مين اللي اخره ريكتال؟ ميديال. عشان كده بيجي يقول لك الارتز اللي جوه هتغذي السيجمون كولو، وفي ارتري رايح للريكتال. فجوه اللاترال ليمب ده البرانشز رايحه للسيجمون كولو اللي هي السيجمون ارتز اللي هي الانفيريور ليفت كولك. واللي ماشي في الميديا اللي انت رايح للريكتا اسمه سوبيرو ريكتا. مين السوبيرو ريكتا ده؟ جه منين؟ هو نفسه اللي فيه مزنتريك بعد ما غيروا اسمه لما عدى على الكومن ايديك ارت. لما عدى على الكومن ايديك ارت دخل في الميديا اللي بتاع الميزنتري اوف سيجمويد ايه؟ تمام يا جماعه؟ طيب يبقى الميزنتري بتاعنا ده ميزنتري اوف سيجمويد كولو شكله ايه؟ فولدد على نفسه بالمنظر ده. ليه تو باس لاترال وميديا. اوكي؟ والرول بتاعه شكله ايه؟ انفيرتد بي. ليها لاترال ليم وليها ميديا ليم وليها ايلكس. مين شاطر يقول لي كل ليم نايم على ايه؟ لاترال ليم على اكسترنال ايلكس، والميديا ليم رايح للسكرم عشان الركب، والايلكس في الوسط على البايفوكيشن اوف كومن ايلك، والمكان اللي بيمشي معايا يوريكا. طب ايه اللي جوه الدبل فولد بريبريا دوت؟ يقول لي معايا اكسترا بريبريا فات والانفاتيك اوتونوميك ده في كل الفولدز. طب ايه معايا سبيسيفيكلي هنا؟ مايد كور وفري مارجن. وايه الارتز اللي جوه؟ يقول لك في اللاترال بارت بيبقى فيه السوبيرور الانفيرو ريكت كوليك او سيجمويدال، وفي الميديال بارت في ارتز اسمه سوبيرو ريكتال هو نفسه الانفيرو ميزنتريك. بس الانفيرو ميزنتريك بعد ماده الاسيد كولو وبعد ماده البنت كولو بقى اللي فاضل منه رايح بس للريكتال. عشان كده كمالته بقى اسمها السوبيرور ريكتال ارتز. بعد ما عمل ايه يا جماعه؟ بعد ماده السوبيرور ريكت كوليك والانفيرو ريكت كوليك بقى اسمه سوبيريور ايه؟ ريكتال ارتري. هذا السوبيريور ريكتال ارتري موجود في الميديا هنا. يبقى ايه الارتز اللي هنا؟ سيجمويدال ارتز اللي هي اسمها انفيريور ليفت كولك. اوعى حد يتلخبط، لو حد اتلخبط لما بغير اسم حاجه بقول لك كده او كده ما حدش يتلخبط يقول لي لا معلش الاسماء دخلت في بعضها. ومش وهفكها من بعضها لان اخر موضوع معايا النهارده هو الارتري ده. اللي هو مين؟ انفيريور زلتري. تعالوا نشوف ايه حكايه. بس قبل ما اقول انفيريور زلتري ايه الدينا الدريش بتاع السيجمويد كولك؟ مش مكتوب اعتقد. بس هو السيكويدال فينز اللي رايحه للانفيرو ميزنتري فين اللي هيروح للسبلينيك كورتك. طب ايه الليف رينج؟ لو في كانسر في السيكويد كله هدور على انه ليف نودز سيليا سوبيرو ميزنتري انفيرو ميزنتري. ايوه لان البلاد سبلاي بتاعي جاي من الانفيرو ايه؟ او ما بتسمع السيكويد كله؟ بس كويس ده محاضرة زمان ولا انا سامع؟ مش عارفين. طيب بصوا معايا معايا اثبت لكم ان انتم تميزوا بالذكاء الخارق بالرغم من اول مره لا هي كانت في السكشن طبعا على الاقل. اسال سؤال اسال سؤال ولو رديتوا عليه بسرعه يبقى انا صح. انتوا شطير شطار. ايه البوستير ريليشنز اوف سيجمويد كولو؟ ما فهمتش حاجه باللي انتوا قلتوه.
بس عليك تقول كلام صح. برافو عليك برضه ولا برافو عليك. طب واشتغلوا مع بعض. في عنوان عندنا في الكتاب اسمه أرتيريا سبلاي أوف كولون، تجميع عام. أعتقد أنتوا عارفينه. إيه اللي إحنا مش عارفينه من ده؟ دول اللي عارفينه الأول. تعالى يا جماعة. لما أقول لك كولون إز سبلاي باي تو أوف ذا ثري أرتيريز أوف ذا جات. كولون إز سبلاي باي تو أوف ذا ثري أرتيريز أوف ذا جات. مين هما الاتنين دول؟ يعني السيريا اللي مش لاقوا الكل. فين هما؟ إيه ده؟ ده السوليوم الزكري. ومين ده؟ كل واحد ادى ايه للكون؟ ادى كوريك ارتس يا دكتور. ده السوليوم الزكري كان مديني ثلاثه كوريك. ميدل ورايت وايليو. فاكرينهم؟ لكن الانفيرو الزكري ده اثنين. السوليوم الليفت والانفيرو الليفت. والانفيرو الليفت ده اسم اخر سيجمويدا لانه بيدي سبلاي للسيجمويدا كله. ماشي معايا؟ تمام. كل ده احنا عارفينه. لكن اللي مش عارفينه ان الارتس كلها بتعمل انستموز. وبيسموا الاسموس ده مارشنال ارتري. وليه اسم تاني درامونت ارتري. درامونت ارتري. طب مارشنال مالها؟ ما مالهاش حلوه يبقى مارشنال ارتري. وهذا الريتش الاسموس بيقول لك ان لو حصل بلوك اوف وان اوف ذا ارتري سبلاي ذا كولون ذا انستموزنج ارتري ويل سيف سيستم. والهيلينج لو عملت ريسكشن قطعت حته من الكولون ووصلت الهيلينج بيبقى حلو قوي لان الفاسكوليتشر حلوه. دي فايت معرفت كده الاسموز تاني. الارتس دي يا جماعه بعد الاسموز بين الارتي والكولون الارتس دي اسمها فازا ريتا. اسمها فازا ريتا. ليه فازا؟ ارتي ريتا ستريت. مش اول مره نقول الكلام ده، قلناه قبل كده مع شيشنر ايليان بعد ما عملوا الاركيدز فطلعوا فازا ريتا. فاكرين اللي كانوا قليلين ولهم مع شيشنر وكتير وساعتها اتكلمنا ان مش شرط يبقى عدد الارتس قليله بس ممكن تبقى الفاسكوليتشر اكتر. سؤال السؤال ده. فعندنا هنا حاجه اسمها ايه برضه؟ فازا ريتا رايحه للكولون. هتلاقوا في عنوان كده اسمه لارس ابلاي اوف كولون، في عنوان بعده اسمه ليف درينش اوف كولون. بقيت شطار فيه. اي حته هقولها في الكولون هتقول لي رايح فين. بس الدكاتره اللي شرحوا الكولون قال لك ده احنا لقينا ليف نودز يعني ليف نودز كتير قوي دي في كذا لون متوزعه ازاي؟ يقول لي في ليف نود نايمه على الكولون شايفينها؟ بيسموها ايه دي؟ ايبيتوليك. طب اللي جنب الكولون واللي على الاورطه اسمها سنترا واللي بين السنترا والبارا كوليكس هم انترميديت. يبقى انا عندي كام مجموعه؟ اربع مجموعات بيوصلوا ليفت رينج لغايه السنترا جروب اللي هم مين؟ السيريك ليف نود والسوبيرو ميزنتريك ليف نود والفيرو ميزنتريك ليف نود. الاربع مجموعات دول موجودين مع كل اجزاء الكولون. اسميهم تاني. مين نايم على الوول اوف كولون اسمه ايه؟ ابيكوليك. مين اللي على السايد؟ بارا كوليك. مين اللي على الاورطه؟ سنترال. مين اللي في الوسط؟ شطار. نيرف سبلاي اوف ذا كولون بيقول لي احنا عندنا محتاجين اوتونوميك نيرف سبلاي، والاوتونوميك نيرف سبلاي جزئين، بارا وسمبثات. البارا سمبثات اشهر بارا سمبثات نيرف جسمي. الفيجاس بيقعد يشتغل لغايه الجانشن بين الرايت تو سيلز والليفت سيلز اوف ترانزفيرس كولون. مين يكمل؟ نيرف جاي من البلبس اسمه بيلفيك سبلانكينيك نيرف. بيلفيك سبلانكينيك نيرف ده طالع من سكرال نيرفز اثنين وثلاثه واربعه. مبروك مبروك يا عم. من النادر ما نسمع صاروخ بريتك. وهي لازم تصور لازم تبطل. كده حد معاكم او في واحده ما نعرفش الصور اللي حصلت. طيب غالبا دول هيطلعوا طلب التمريض. زمان كنت بديهم محاضرات بعد المحاضره لما بتخلص اشوفهم هم خارجين بيغنوا بيزغرفوا يعني بيحسوا بالعلم زياده. مره غلطت قلت لهم مش كامل خلاص انا مش مكمل يعني هجموا عليا خرجت بعجوبه يعني لا صوت لا مش عارف ايه بس بعد كده ما بديتش يعني طردوني بس اعتقد الزغرفه دي سمعتها قبل كده. فكروني بايام محاضرات تشريح بتاعت طلبه الطب. المهم بيبقوا جايين من اعدادي بنات صغيرين ومحاضره بقى ودكتور وبورد تماشير والوان فبيبقوا عايشين جنب
جو مصدقين نفسهم. فبيبقى سعادتهم تطلع بالصورة، كل واحد بيعبر عن سعادته. أنا قلت لكم سعادتكم بتبقى إزاي؟ لما تكونوا في معلومة سمعتوها وأنتم مش عارفين. لو أو افتكرتوا حاجة صعبة، إحنا كنا زمان وإحنا صغيرين لما كنا نسمع حاجة ما ذاكرناهاش أو صعبة نتضايق، نلاقيه وإحنا قاعدين كده لسه ورانا كتير لسه مش عارف متضايقين، لكن أنت أول ما تسمعها صعب. إزاي جميلة جدا. قد تصل في آخر السنة لما الأسماء والمعلومات تكتر مش عارف تعمل إيه، لكن لو ماشي في الكلية تلاقي واحد ماشي لوحده لوحده. لازم يكون وصل للمرحلة العادية. مش هيسوق. أول ما يروح البيت طبعاً يومين بابا وماما. إيه حبيبي عامل إيه في الكلية؟ المحاضرة الجاية إن شاء الله يوم